أكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير وين محطتنا الأخيرة. محطتنا الأخيرة سلمى رح نتجول فيها بعوالم الثقافة ونبضة يلي ما توقف أبدا بسوريا بل كان وما زال شاهد على إرادة الحياة فيها، ورح نحكي أكثر عن جائزة الدولة التقديرية لعام 2017. أكيد أريج هالجائزة تم منحها لكل من المطربة ميادة حناوي بمجال الفنون والأب الياس زحلاوي بمجال النقد والدراسات والترجمة والكاتب حسن ميم يوسف في مجال الأدب. لنحكي أكثر عن هي الجائزة ومعانيها صباحنا غير مع الأستاذ سعد القاسم عضو لجنة تحكيم جائزة الدولة التقديرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك أستاذ. خلينا بالبداية نتعرف أكثر عن هالجائزة، جائزة الدولة التقديرية. جائزة الدولة التقديرية هي إحدى جائزتين صدروا مرسوم جمهوري بعام 2012 تحديدا. الجائزة الأولى جائزة تقديرية بيتم ترشيح يعني مجموعة من الأعلام اللي عاملين اللي كلهم عطاء هام ومؤثر في مجالات الدراسات والترجمة والفنون وأيضا في مجالات الإبداع الأدبي. جائزة الدولة التشجيعية هي جائزة بيتم ترشيح ذاتيا لها، يعني الشباب هنن هي محددة للشباب، الشباب هنن بيقدموا ترشيحاتهم بيقدموا أعمالهم وتناقش الأعمال كلها من قبل يعني مجموعة لجان وعلى أساسها تمنح الجائزة. جائزة الدولة التقديرية طبعا هي الجائزة الأهم معنويا وماديا أيضا، لأن هي مثل اسمها هي جائزة تقديرية، يعني هي تقدير الدولة لهذا المبدع لهذا الشيء اللي سواه خلال حياته كلها خلال سيرة حياته. طبعا أهميتها الأولى والأكبر أنه هي جائزة أقرت من يعني بمرسومة السيد رئيس الجمهورية، فهذا بيعطيها قيمة اجتماعية أعلى ما يمكن أنه يمكن تحصل عليه جائزة كقيمة معنوية. الجانب الثاني اللي كثير مهم أنه هي مثل ما قلت أنه هي أقرت عام 2012، يعني في أوج الهجمة على سوريا في أوج الحرب، وهي في يعني الدلالة واضحة تماما يعني بالنسبة لكل أنه في الوقت اللي كان كل المجتمع السوري عم تعرض لكل أنواع الأخطار لكل أنواع التآمر لكل محاولات تدمير بنيته الثقافية وذاكرته وثقافته، أنه كان في إصرار من المجتمع السوري أنه يرعى الإبداع ويرعى الفن ويرعى الثقافة بهذا الظرف تحديدا، ويأكد أنه يعني أنه هو عم يقاتل على جبهتين، جبهة الهوية وجبهة الحفاظ على الأرض وعلى الوطن. جائزة مثل ما قلت أنه هي تمنحها لجنة تشكل سنويا يعني. لهيك خلينا نتعرف من حضرتك على المجالات اللي بتشمل هي الجائزة وأيضا اللجنة اللي بتتم أيضا هي بتقييم الأسماء الموجودة لحتى تحصل بالنهاية ثلاث أسماء أو أكثر أو أقل على جائزة الدولة التقديرية. هلا أول مجالاتي في ثلاث مجالات محددة، مجال الإبداع الأدبي الشعر والقصة والرواية والكتابة المسرحية، مجال الدراسات والترجمة، ومجال الفنون تشمل هي الفن التشكيلي والموسيقى والسينما. اللي بآلية الاختيار الفائزين انه مثل ما قلت هي كل سنة بيشكل وزير الثقافة بيشكل لجنة من ست أشخاص بيختارهم يعني حسب تقديره، بيضاف لهم طبعا السيد وزير باعتباره هو رئيس اللجنة، وأمين سر اللجنة هو بيكون أحد الموظفين الكبار في وزارة الثقافة، وهذا الشخص أمين سر هو فقط يعني هو يحفظ محاضر الجلسة ويحفظ مداولاتها ولا يملك حق التصويت، بينما وزير الثقافة في له حق التصويت. بس عمليا يعني خلال السنوات الماضية غالبا كان وزير الثقافة دوره هو يكون دور تنسيقي وتوجيهي، يعني ما يحاول يفرض رأي، ما يحاول يفرض اتجاه هو أو يفرض خيار محدد، كان يعني يفتح مجال للآراء كلها. الآلية اللي كانت تتم فيها أو هيك اللي يفترض تتم أنه كل عضو لجنة برشح ثلاث أسماء في كل مجال من المجالات اللي تحدثنا عنهم ثلاثة، والأسماء تتسجل يعني على اللوحة وبيتم التصويت عليها. هلا هي الآلية مثل ما نقول يعني التقليدية أو مثالية، بس بالواقع العملي ما كنا عم نحتاج هالشيء، يعني بالواقع كنا لما عم تنطرح الأسماء
فكان عم يتم حوار طويل حولها، بمعنى انه مين الاحق بهالفتره، مين في الحاح اكثر بينعطى، لانه ما كان في اعتراض على حدا انه يكون مرشح. يعني اذا ما هل يرشح، كانت كل الجديران تحصل الجوائز. يعني شو المعايير يمكن يلي بتتبعوها وبتركزوا عليها اكثر لاختيار الاسماء وترشيحها؟ الشيء الاساسي انه هو مثل هي جائزه تعطى لمجمل العطاء خلال الحياه كلياتها. يعني اولا انه شو قيمه العطاء الابداعي للشخص المرشح، قديش تاثيره الاجتماعي لهذا العطاء، يعني قديش عمله كان له دور في المجتمع السوري، في انتشار ثقافه، انتشار معرفه، في احداث تغييرات في مفاهيم ثقافيه، مفاهيم فكريه، في اضافه معارف جديده، اساليب جديده. الشيء الثالث هو هذا الشيء اجرائي، يعني ما اساسي، يعني انه دائما بنحاول نحن انه لما بيكون في مرشح انه نراعي الاعتبارات الثانيه في كل مره، انه مثلا قد يكون احد المرشحين انه بوضع صحي سيء، الله يمد، يعني ما حدا بيعرف الاعمار، بس يعني قد يعني عاده بنقدمه على الناس اللي هن وضعهم صحي فيه فتوه اكثر، فيه حيويه اكثر، مشان ياخذ الجائزه وهو في قمه حيويته وقمه عطائه. هي اعتبارات كثير انسانيه وصغيره، بس ما هي الاساسيه. الاساس انه هو شو النتاج تبعه، شو قدم هو خلال حياته، وهذا النتاج قديش كل يعني كان مؤثر في الحياه الاجتماعيه والثقافيه والابداعيه والفنيه بسوريا. يعني استاذ سعد، مثل ما حكيت، هي الجائزه هي بتبقى جائزه تقديريه بالنهايه. اليوم هي الجائزه لما تمنح لاسم من الاسماء بغض النظر عن اي مجال كان، اكيد هو قدم كثير، اعطى كثير، ماذا تقدم له هذه الجائزه بالمقابل؟ شو بتقدم له يمكن على المستوى المحلي او المستوى الخارجي مقابل ولو شيء بسيط من اللي هو قدمه اصلا للمجتمع؟ هلا هي اولا هي برافقها يعني مكافاه ماليه، هي مبلغ 1,000,000 ليرة. طبعا بدنا نحكي انه 1,000,000 ليرة قديش هو، يمكن يكون اختلف الوضع من سنه 2012 لهلا بسبب الحاله الاقتصاديه اللي افرزتها الحرب، بس لساته مبلغ هو كثير كبير بالنسبه يعني للمداخيل، لمتوسط المداخيل، ولو تراجع كثير عما كانت قيمته بوقت ما اقرت. يعني قصدته انه لما اقرت الجائزه كان مبلغ يعني غير عادي، استثنائي انك تعطي هيك مبلغ مقابل جائزه. هذا الجانب الاقل اهميه، الجانب الاكثر اهميه وهذا الشيء بيحرص عليه كثيرين، انه لما جائزه الدوله بالعالم كلياتها هي بتمثل اعلى درجات التقدير الاجتماعي، مثل ما قلت قبل شوي، انه جائزه الدوله يعني هي اعلى جائزه، هي ممكن يمنح الشخص خلال حياته ياخذه، يعني هي تماما تلي او سمه الاستحقاق الجمهوري. طبعا هو ضمن شروط الكتاب سيدنا قبل شوي، انه ضمن شروط منح الجائزه انه اولا يكون الشخص على قيد الحياه، لا تمنح لراحلين، يكون سوري جنسيه، وما يكون حاصل على وسام الاستحقاق السوري، لانه وسام الاستحقاق السوري هو الاعلى. نعم. فما لا ما بيجوز تكريمه بما هو اقل مما كرم فيه سابقا. من هيك في كثير اسماء كانت هي جديره انه تحصل على جائزه الدوله التقديريه، لم تحصل عليها فقط لهذا السبب، لانه هي حاصله على وسام الاستحقاق السوري. ومع ذلك انا فيني اقول شيء يعني كثير مهم، انه نحن بجائزه الدوله التقديريه ما بيوم ايام بقينا عندنا مشكله انه ما في مرشحين، بالعكس كانت المشكله وفرت المرشحين واللي هن كلياتهم مقنعين. يعني انه او اذا بيوم من الايام صار شيء دراسه عن جائزه وانعرضت محاضر جلسات، راح نكتشف انه قديش في غنى بالمجتمع السوري بالمجال الابداع والدراسات والثقافه من خلال الاسماء اللي تم ترشيحها وما يزال يتم ترشيحها. هون يمكن بيجي اهميه هالجوائز واهميه يمكن تقدير هالشخصيات واستمرار بتقديرهم عبر هيك فعاليات وهيك مبادرات. يمكن شخصيات كثير مهمه بمجتمعنا السوري بكافه المجالات بتستحق الاهتمام والتقدير. صحيح صحيح. وهي يعني من جانب ثاني، يمكن جواب لسؤالك الاولاني، انه شو بتعطي لان احنا بالنسبه لنا للناس اللي هي على يعني على صله وثيقه بالمجال الابداعي او الناس عم تشتغل نحن بمجال الترشيح، بالنسبه لنا مفهومه انه دوافع الترشيح، ما اعرف الاسباب، بس بالنسبه لقطاع واسع من الجمهور يمكن ما يعرف. تمام. يعني حتى اسماء قد تكون كبيره كثير، مثلا مثل ابي الياس زحلاوي مثلا اللي نال الجائزه السنه،
نبيل الزحلاوي يعني هو تاريخ من العطاء قد يجهله قسم كبير من الناس، يعني يمكن بيعرفوا نبيل الزحلاوي ككاهن وطني له مواقف او هي تماما يعني يمكن يعرفوا هي اكثر حتى يعني خارج حدود الرعيه تبعه، يمكن نعرفه نحن من خلال جوقة الفرح يعني ودوره المهم والفاعل، بس ما حدا بيعرف انه مثلا في انه عنده كم هائل من المؤلفات يعني مؤلفات، وانه عنده هو اهم من كتب في تاريخ المسرح، هو الف موسوعه كامله عن المسرح هي تعد المرجع العربي الاهم ويكاد يكون الوحيد، اضافه انه في عنده مجموعه كتابات فلسفيه وتاريخيه وعنده ترجمات للفرنسيه. يعني شخص معطاء ثقافيا وروحيا واجتماعيا، يعني كل الشخصيات اكيد تستحق هالجوائز وهالتقدير اللي قدمتوا لها، اكيد نوجه لهم كل التحيه، واكيد بلدنا فخوره بهالشخصيات وبوجودهم ضمن مجتمعنا واستمرار عطائهم. أكيد أريجنا نوجه تحية لكل من حصل على جائزة الدولة التقديرية، سواء الأب الياس زحلاوي أو السيدة ميادة حناوي أو الكاتب حسن ميم يوسف. اليوم حكينا ولو هيك بنبذة سريعة عن أهمية هاي الجائزة، كيف بتمنح. إن شاء الله بحلقات قادمة رح نتفصل بمواضيع أكثر معك أستاذ سعد، شكرا لوجودك معنا. هو لازم بعد فترة يصير توزيع الجوائز، يعني ممكن يكون في فرصة انه استضافة احد اخر من اللجنة ليعطي وجهة نظر تانية، او ممكن استضافة يعني سيد وزير ثقافة يعني باعتباره رئيس اللجنة بعد توزيع الجوائز، لانه كمان في شيء ما له علاقة فقط بجائزة دولة، اكيد كمان في تصورات موجودة حاليا بوزارة الثقافة لافاق جديدة، جوائز جديدة ايضا تقدر تشمل اكبر قطاع من المبدعين. اكيد بشرفنا يكون موجود معنا سيد وزير ثقافه او اعضاء من اللجنه، وشكرا لك، واكيد نحن مستمرين دائما بمواكبه اخر الاخبار. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك.